السلام عليكم. اليوم في حلقة توب 10 راح نتكلم عن أكثر 10 شخصيات الألعاب سمنة. طبعا إحنا ما نحرض أنكم تكونون سمينين، بس حبينا نشوف من هي أسمن الشخصيات الموجودة في الألعاب. في المركز العاشر، بيج سموك من جي تي اي سان أندرياس. هذه الشخصية واحدة من أهم الشخصيات الموجودة في هذا الجزء، وكان عنده علاقات مختلفة مع كل العصابات الموجودة في مدينة لوس سانتوس. اشتغل مع بعضهم وبعضهم طعنهم بالظهر. هالرجال كان يخربط واجد، وهذا الشيء نكبه في الأخير، وكان طماع ويحب الفلوس أكثر من أي شيء. وزن بيج سموك هو 102 كيلو. في المركز التاسع، كوتش من ليفت فور ديد 2. كوتش هو أحد الأربع شخصيات اللي تقدر تلعب فيهم في ليفت فور ديد 2، وهذه الشخصية تعتبر مو بس الأكبر حجما لكنها برضو الأكبر عمرا من بين أعضاء الفرقة حقتك. الشخصية ذي طيبة مرة، ومن كلامه تحس انه ابوهم، لانه دائما يعزز لهم ويعطيهم كلام يرفع معنوياتهم ويحسسهم بانه مهما كان الموقف اللي هم فيه محرج راح يخرجون منه. غير انه يعزز الباقي الاعضاء فرقته، فبتلاحظون في المحادثات حقته مع باقي الشخصيات في اللعبة بانه هو العقل المدبر حقهم. الزبدة بدون كوتش كلش بيضيع، وهو يخطط ويعطيهم برضو حنان الابو. طبعا الرجال حنون، لكن يبيله يخفف وزنه حبتين حتى يقدر ينحاش من الزومبي اسرع. ووزن كوتش هو 120 كيلو. في المركز الثامن، عيلم او ايجمان من سلسله سونيك. هذا هو العدو اللدود لسونيك، وهو عبقري ملحوس يحاول دائما على السيطره على العالم، ودائما يدور عن المشاكل وسونيك يحاول يوقفه. شخصيته تغيرت كثير مع الالعاب المختلفه، مرات يحسسونك انه شخص خطر وراح صدق ينهي كوكب الارض، وفي العاب ثانية راح يحاول يصير فكاهي مرة ويرمي نكت ويقعد يطقطق على سونيك. مع الوقت كره لسونيك كبر أكثر، وصار الآن ما يهتم في السيطرة على العالم، وبس صار مهووس في ذبح سونيك وتفجير الأرض. وزن عيلم الشرير هو 128 كيلو. في المركز السابع، إي هوندا من سلسلة ستريت فايتر. هذا هو المصارع السوم الأشهر في الألعاب بشكل عام. طبعا أول ظهور له كان في لعبة ستريت فايتر 2. هوندا تمرن حتى يصير مصارع سومو من يومه طفل صغير، ومن كثر ممارسته يقال انه كسب لقب اليوكوزونا. اللي ما يعرف وش معنى هذا اللقب، هذا اللقب يعني انك وصلت الى اعلى مراحل السومو، والشروط حقتها ما هي ثابتة وبتتغير بشكل مستمر. ميزة هذه الشخصية هي ان حركة يده مرة خفيفة، ولها حركات تخليك تسوي سبام على يده بشكل مرة مستمر ومزعج لخصمك. طبعا عنده حركات ومسكات ثانية. هوندا اختفى لفترة طويلة ورجع لنا اخيرا في الجزء الخامس، ووزنه هو 130 كيلو. في المركز السادس، واريو. شخصية واريو تطلع بشكل شبه مستمر في الألعاب المختلفة من سلسلة سوبر ماريو. في بداية قصته واريو كان صديق طفولة لماريو، لكن مع الوقت تمرد ضده لأن معاملتهم له كانت غير عادلة. حاول في البداية يضايق ماريو لفترة، بعدها يأس وصار له مغامرته الخاصة يروح يجمع فيها كنوز، وفعلا صار مقرش وكثرت فلوسه، وبعدين استثمر فلوسه وفتح شركة تطوير الألعاب اسمها واريو وير إنك، اللي هي كانت لعبة صدقية على جهاز الجيم بوي أدفانس. معلومات ثانية عن واريو انه يحب الثوم بشكل مرة كبير. وزنه هو 140 كيلو. في المركز الخامس، بوب من سلسلة تيكن. الشخصية ظهرت لأول مرة لنا في لعبة تيكن 6، وبعدها ظهر لنا في آخر إصدار التيكن اللي هي تيكن 7. بوب مشهور بأنه محترف فنون الدفاع عن النفس في الولايات المتحدة الأمريكية، وإحساس العدالة عنده مرة قوي. الشخصية هذه مسيرتها غريبة، الناس تنحف حتى يصيرون أفضل في القتال، إلا شخصية بوب راح سمن وصار يقاتل بشكل أسلس من قبل وأسرع بكثير. وزنه هو 155 كيلو. في المركز الرابع، فاتمان من مثل جير سوليد 2. فاتمان هو أحد أعضاء فرقة ديد سيل اللي حاول رايدن بالتخلص منهم. طبعا هذه الشخصية معروف عنها بأنه خبير في الأسلحة المتفجرة. لما كان طفل كان يحب يجلس في محل الساعات حق أبوه، وكان عنده هوس عن أي شيء له علاقة في الوقت والميكانيكيات. يوم كان عمره 10 سنوات عمل على أول قنبلة نووية له، وبعد ما خلص منها قرر يتخصص في صنع القنابل. مع انه كان نابغة الا انه كان شخص مكروه في المدرسة ودائما يذبون عليه بسبب سمنته. طبعا الرجل هذا كان يحب يلغم مناطق معينة بالقنابل ويحب التنقل بجذبة التزلج. وزن فاتمان هو 160 كيلو. في المركز الثالث، هيفي من لعبة تيم فورترس 2. هذه الشخصية عندها الطاقة الاكثر من كل الشخصيات الموجودة في اللعبة، وعندها خلاط ضرره مرة كبير ضد الاعداء. هالشخصية بطيئة وضخمة وعندها لكنة روسية قوية. الأسلحة حقتها هي لكماسة لأن يدها عملاقة، وبعدين عندك شوزن بنظام التعشيق التقليدي والخلاط حقه اللي يسميه ساشا. طبعا صح انه خارق، لكنه هدف مرة سهل لأنه بطيء مرة، وطبعا هذا البطء بسبب سلاحه الثقيل، وطبعا وزنه يخليه بطيء اللي يوصل إلى 200 كيلو. في المركز الثاني، كرو من جاك اند داكستر 2. هالشخصية ظهرت في الجزء الثاني من جاك اند داكستر، وكانت شخصية مساعدة لجاك وداكستر في اللعبة، وتحولت إلى عدو بعدها. طبعا هو مجرم سمين بشكل جشع، مع انه مرة سمين رجوله مرة نحيفة وصغيرة بشكل مرة غريب.
هذا الشيء يخليه ما يقدر يمشي، عشان كذا دائما تحصله راكب كرسي يتحدى الجاذبية اسمه floating grav basket. هذا الجهاز بيساعد على الحركة. برضو هذا الكرسي عليه لمبة فوق تنور رأسه بشكل مرة غريب. طبعا كرو يوفر لك بعض التطويرات للأسلحة إذا ساعدته في كم مهمة. جاك راح يستمر في مساعدته حتى يقول له كرو اخسر في سباق معين، ومن هذه اللحظة بدأ النزاع بين كرو وجاك. وزن كرو هو 300 كيلو. في المركز الأول جلاتس من غريم فاندانجو. هذا الدب الشيطاني من لعبة غريم فاندانجو راح يكون صديقك لفترات متقطعة من اللعبة. لشخصيتك ماني، أول مرة راح تقابله في جراج قسم الموتى وتحاول تقنعه يصير سواق لك، وعشان يحب السرعة والسواقة وافق بعد ما تسوي له كم خدمة معينة. بعدين بيصير عازف بيانو في المقهى اللي تشتغل فيه. بعد ما خلص المشوار الفني حقه صار مهندس ميكانيكي لسفينة الاس اس لولا. طبعا بعد هذا كله راح تسوون جرية مختلفة في القصة. إذا تحبوا الألعاب اللي نصها يضحك ومن نوع حد وانقر، أنصح بتجربة هذه اللعبة. وزن شخصية جلوتس هو 362 كيلو. وهذه كانت مجموعة من الشخصيات السمينة. شاركونا بالتعليقات بشخصيات سمينة واكتبوا وزنها إذا تعرفونها. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة، مع السلامة.